بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان معلوم وناكسن ساكي وحان فرنتان سو دياري وجود بنايا دمان دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان وحان وباقيا ذلك يدتك بس يد الله نبضين لها نبض لقش قين لها عربا سجارة إنهن وقت تعزيهيو دتك يكون أنتي شقاق ذي دوان كده عضي مقالة ذا لاسعانو dibaato magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badan waan ka dignay waana ka hadalnay hadana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo markii hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kala odayaasha ahaa dhamaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaali meel ka mid ahay wili qoray la soo qaato arinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay مواقف الدولة الفدرالية هي أركتيدة إذا أنا كمدعوين الجمهورية أن وحوين إسكاب بدلين أو أهيد مشكلة داس ماشي كتاعن دات كدجان كاس دجان نين عوال بلة وهدد ويلي ورال ويلي أبتئة وهدد محاك ويرا دا إنا نصدق جيس إنا نسيد جيس دات إسدالي إسدح دجيس لا دشوا وح إسكو هاي استعاني مرك جرن عيب إذا نعيب ما هن وسياسة هرنا وحان ويري أو شيء مدرور سنة كهرة مشكلة داسة سوري سنة كتاعن حل كده حل سياسة ده واي إن سياسة الله حليه سياسة الجود الصومالية يمدنا مده ده لجور هذين أي أنا حل كم حوا سوري سنة يكون حجران سداس درادت وحماش أسكب عياه وكحونا رالي كمان إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى لجور حليه نصوت قال معه ربيتان كدتك هلا احترامه قريها هلا بيجو حبده هلا جوجيو هلا وضع هذلو ميسك وضع هذا الكهل السوقي ماذا هلا وضع هذلو دولة فدرال كأس الصومالية بدعونا الجمهورية دادان أي ديار وحانو أي مال كستا أو نبض داس اللغة هذلايو يعد كستا أو نبض داس إن كهذا شجع البا إن أنا يقرب تاجنا هاي والسفرة تورة تورة وفق ديتا إن أنا تجمع ديار وهاي لكن ولا ليال حلق مرنق وما إيمانا يقول إن أنا بقلال أما كمان نقف إنتان دلنو كدب كركو ذهده سكوج عن سلانه أو عن نبض عن كذا لنا عن دهنون حبت كسكسارنه وعن لجروية بلا هذا بوتين بكيلة أي لا ذا هاي هل جوجي أنت أنا فراح كبحن بري إن عن حبت كسكسارنا إن عن هو بق إن ليشينه يعني ميدت كين يحبالها دشود يعني كون يشينن دتكو أنت ينولين أنا يشينه هل جوجيو ما ملكه إدا شاجنيسة إدا ضياش دقنك علماء الدينك مسؤولين تي سياسيين تا قفل بدور كذا نبدأ هقادته علاد الله سبحانه سيم الصعكرته لما أنا أقبل كرو هل جوجيو ميسك وذا هذا الكل سوي ما دولة فدرال كواحد ديار وطاع إذا يفضو ضيسو كقيب قشو كالميسو هذه توس دات كعد علاد الأحمر تي هو ذا فلسطين أرنتا وحق السعود الله سبحانه وأركت السياسة ذات أركت السياسة ذات نقر وما حد سنته قال حل كذا قريكم إيه ماذا كان ربعي كان دي دمبو حل كذا قريكم كين كران هل سوي ماذا هل وذا فريستو مر والبهران وغشان مشكلة دا كجر تصال يا سناك وحيكون راح جرتا حين دابك جرنت أن جرين إني أرنت من نمذا أرنت من نمذا أنا عنو جواني نقطع حوق إنا كل رادين ما دونين نبض عرمنا إنا كل رادين دت كربتان كيس أنا هلا دوران لين هاي ماشى عسي علاد داسي علاد دت كقبط ما دت كصوب مالية ما قبطه dadka ka deegaanka guud ahaan ma qabato hal joojiyan ku baaqayna mar kale culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray nabadda ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule muxaan ku raadahay raadka kulane hal hadlaan oo hajoojiyaan wiilasha qoryaha laga qaado hal damiyo colada intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta waraaliyaan waxaan leenahay colada ka jirta hal joojiyo xumaanta hal joojiyo nabada lagu baaqo lama aqbali karo dhig kale oo Soomaaliyeed oo daad wax la aqbali karo ma meel kasta ha joogo sabab kasta loo soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaaceynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeega u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma dooneyno muxuu ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayda halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo wax garadka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba
ayagana waxa uu baaqayna nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanayso meel khafiif oo saxsaalan ay ka bilaabato meel fog ay ka bilaabato dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay wiligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqayna in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataan kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee uu istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabadda lagu xalliyo dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xalino kuma xalli karno nooguma xallismayaan baraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna male xabaalaha korkoodayaan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasaddana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya oo ku yimaada waa dariiqa dimuqraatiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u turayn aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول وهذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami